السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي متابعيني، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو يكون خاص شوية على البرامج اللي كندير وعلى النوعية ديال الفيديوهات اللي كندير. الناس اللي ما عمرهم تفرجوا فيا، مرحبا بكم، حسن نتوما، ونتمنى تتبعوا معايا الفيديو وتعطيوني منكم مزيان، تفهموا مزيان داكشي اللي نقول. خوت هذا الفيديو بعدا يتبارطاجا، ما كنطلبش انا منكم تبارطاجوا لي الفيديوهات ديالي. داكشي كان داك الفيديوهات اللي كنقدم الفلوغات وداكشي اللي كندير كنستمتع به انا راسي، وكنحطو كنشاركو معاكم، ما كنطلب منكم لا بارطاج لا والو. ولكن هذا الفيديو كنطلب منكم تبارطاجيو مع كلش، و باش تعم باش يولي يتعم الفائده، و هذا الفيديو يشوفوا كاع الناس. ما كرهتش انا كاع المغرب يشوف هذا الفيديو، لحقاش غنهضر على شي حاجه اللي بغيتها توصل للمواطن، شي واحد الموضوع اللي هو تيضر واحد الفئه واللي هو عنده علاقه مع المواطن، بغيت يوصل للمواطن. لذلك اي واحد يتفرج فيا، تفرج في هذا الفيديو، وري لوالديك وري لخوتك، بارطاجي مع خواتك، مع عمامك، مع كل ما فيها، باش تكليكي بارطاجي وتصيفطو. كما كتصيفط التفاهات، كما كتشوفو التفاهات كتبارطاجا وتخربط كيتبارطاجا حتى الفيديو بغيتو تبارطاجا. الله يجازيكم بخير، نبداو على بركة الله. الموضوع ديال هذا الفيديو نهضر على الفئة ديال الممرضين المسكنين الصحة، الجسم التمريضي والعلاقة ديالو مع المواطنين أو مع الشعب أو مع المجتمع. كنا كنعرفو إن فوا كتجبد اسم الممرض أو لانفيرمي أو باللغة العامية الفرملي حتى شي مواطن، كيهضر بالخايب، يقول لك خايبين رشاوية، كيديرو كيفعلو، وراكم عارفين كاع داك الهضرة خايبة. انا اليوم انا جيت بغيت نوضح شي امور، بغيت نهضر على الاكراهات اللي كيلقاها هاد المواطن، هاد الممرض بعدا، الاكراهات والمشاكل اللي كيتخبط فيها هو بعدا، وبغيت نهضر كذلك على المغالطات اللي كاينه عند المواطن. كاينين شي مغالطات عند المواطن، شي افكار خاطئه عند المواطن وهي خاطئه وكيسحبوا داك هو الصح. كذلك بغيت نهضر على الاخطاء اللي فعلا كيرتكبوها الممرضين واللي ما يمكنناش نكروها. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم انا هذا هو الاسلوب ديالي في التعبير، كنبغي نهضر سبونطاني، ما كنبغيش ورقه وستيلو ونوجد داكشي اللي كنقول اول حاجه، كنهضر سبونطاني باش تفهموا شنو كاين، اللي عندي في قلبي راه نخرجو سبونطاني. وكذلك كنهضر بالدارجه باش اللي صغير يفهمني، اللي كبير يفهمني، اللي قاري يفهمني، اللي ما قاريش يفهمني، كلشي يفهمني. وانا بالاخص هذا الفيديو بغيت يوصل لكاع المواطنين، يعني الا كانت شي ام او لا شي خاله او لا شي عم او لا شي واحد ما قاريش يفهمنيش كنقول، تفهمنا. نبداو على بركة الله. اول حاجه نهضر عليها هي الاكراهات والمشاكل اللي كتلقاها الممرض المغرب. ما بين ابرز الاكراهات ولا باز ديال المشاكل، المنبع ديال المشاكل اللي هو راه كلشي عارفو، سواء تكون امي سواء ماشي امي، راكم عارفين هذا المشكل، هو النقص في الموارد البشريه. ما كاينش واحد الممرضين، واحد العدد الممرضين اللي هو كافي، كاين نقص بزاف، راه بزاف، راه النقص، العدد ديال النقص في الموارد البشريه اللي عند الناس عليه المنظمه العالميه للصحه هنا في المغرب كيتقدر ب 64000 ممرض وتقني الصحه. عارفوا شنو هما 64000؟ راه عدد كبير، عدد ضخم. استوعبوا، دخلوا راسكم وفكروا، 64000 واحد ناقص خاصو يتزاد في هذا الدومين اولا في هذا الجسم التمريضي. 64000 كنقولها وكنعاودها، فهموها، دخلوا على راسكم تفهموا، 64000 في الوقت اللي عندنا ازيد من 5000 عاطي خريج، عاطي ما باقي اون شوماج، وما بقاش الخدمه، لحقاش الدوله ما عندهاش الميزانيه اولا ما كتخرجش الميزانيه لهذا القطاع الصحه كافيه. واخا نفترضوا ذلك 5000 خريج يدخل، واخا هكا كيبقى الخصائص. انا كنحاول نوريكم قداش هاد المشكل راه كبير. 64000 راه خاصة ديال 64000 ممرض وتقني الصحة، يعني هذا هو لاباز ديال المشاكل، يعني كاين نقص، ما كاينش واحد العدد كافي ديال الممرضين. هاد المشكل كيحيلنا لعدة مشاكل، منهم ستريس اللي كيعيشو الممرض. راه الممرض راه انسان، راه بحالو بحال المواطن، بحال اللي جاي يداو، راه انسان بحال حتى هو عنده مشاكل في دارهم، حتى هو عنده بزاف ديال اللعيبات خصو يقضيهم، حتى هو ستريس، راه قوه الخدمه بزاف في السيرفيس، جري هنا وكيتلقاو كاين نقص في الموارد البشريه، كتلقى ممرض واحد على طون ديال عباد الله خدام معاهم، يعني حتى هو راه عايش واحد التعب نفسي، راه عايش واحد التعب نفسي، راه عايش في ستريس، يعني
راح تسوي الاخطاء اللي كيديروا شي حاجه راه معطور عليهم، راه عايش في ستريس، وهذا الستريس وهذا التعب النفسي وهذا المشكل هو من نتائج ديال المشكل اللي قلنا في الاول هو نقص الموارد البشريه. نزيدو مشكل اخر اللي كاين هو غياب ديال الهيئه ومصنف الكفاءات. شنو هي الهيئه ومصنف الكفاءات؟ ناخذ مثال ديال واحد الدار، واحد العائله عايشه في واحد الدار، الممرضين هما الابناء، اتفقنا؟ ناخذ مثال ديال الممرضين هما الابناء، عندهم الوالدين ديالهم هما الام والاب، هاد الام والاب هما اللي كيمثلوا الهيئه ديال داك الدار، هما اللي كينظموا الدار، هما اللي كيصرفوا على الابناء ديالهم اللي هما الممرضين، هما اللي كيقولوا لهم شنو ديروا شنو ما ديروش، هما اللي كيوريهم الطريق اللي يمشيو فيها، هما اللي كيقراو في المدارس كيصيفطوا للمدرسه، هما اللي دايرين لهم التوقيت ديالهم، هما اللي كينظموا لهم التوقيت ديالهم، هما اللي كيديروا اي حاجه كتخص داك الابناء باش يكونوا ناجحين في الحياه ديالهم. هذيك هي الهيئه. الهيئه بالنسبه للممرضين هي واحد المنظمه، واحد المنظمه اللي كتخرج عده قوانين وقواعد اللي كتنظم هذا القطاع ديال الجسم التمريضي. ماشي من هبا ودبا يدخلي يخدم. مثلا دابا كنشوفوا الناس ديال الاحمر كيدخلوا على انهم انفيرمي، الناس ديال البريفي كيدخلوا على انهم انفيرمي، كوكات الهيئه ما يكونش هادشي كامل. راه بريفي راه حنا ماشي تدهوم، ولكن مثلا واحد خارج من كاتريام اني ماشي هو واحد شاد باكو وتروازو ابخي الباكو وداكشي، يعني راه ما كو كانت الهيئه راه ما يكونش كاع هاد المشكل، كو كانت الهيئه بزاف ديال المشاكل ما يكونوش. كذلك مصنف الكفاءات ما كاينش. شنو هو مصنف الكفاءات؟ هو اللي كيحدد لك الكفاءات ديالك، انت شنو قريتي وشنو قادر دير. راه ماشي انفيرمي قادر يدير مثلا الخدمه ديال الطبيب مثلا لي زوبيراسيون او شي حاجه، راه ما يقدلوش، راه هو ما قاريش داكشي. لذلك خاص يكون مصنف الكفاءات، ولكن ما كاينش. راه مثلا لي سيتيغ الغراز مثلا في الطبيب الغراز، الغراز راه ماشي من الكفاءات ديال الانفيرمي، الانفيرمي راه ما كيديرش الغراز. الا جينا في لا تيوري في نورمالمون شنو خصو يكون، ولكن لحقاش كاين غياب مصنف الكفاءات كنلقاو الممرض كيدير لي سيتيغ، وهذا الشيء في صالح من في صالح الطبيب. الطبيب كيولي كيتخلص على شي حاجه اللي هو ما كيديرهاش اصلا. انا عمري شفت الطبيب كيدير لي سيتيغ غير الا كان شي كاغراف وشي حاجه تكون بروفو، ولكن الطبيب راه نورمال هو اللي خصو يدير الغراز، سواء بروفو سواء اي غرزه راه هو اللي خصو يديرها، راه كيتخلص عليها، راه الممرض ما كيتخلصش على داكشي. تفهمنا؟ نتمنى تكون انا هذا الفيديو راه موجه للمواطن بالدرجه الاولى، نتمنى تكون فهمتي المثابه ديال الهيئه ومصنف الكفاءات. الغياب ديالهم راه كيخليك تخدم في واحد القطاع اللي ما منظمش، اللي غير ماشي بالقدره الالهيه وصافي، ما منظمش. الدوله كتعطيك الفورماسيون، كتقريك، كتخرج لك الكونكور، كتوظفك، صافي سالات المهمه ديال الدوله هنايا. كدير لك اللي فوق منك كيراقبوك القوانين وداكشي، ولكن ما كاينش القوانين اللي كتنظم الخدمه ديالك. تفهمنا؟ يعني بحال الزريبه لو بغينا نقول، القطاع الجسم التمريضي خدام في واحد الشكل ما منظم ما والو. نزيدو لواحد المشكل ثالث ونختمو به هاد القضيه ديال الاكراهات، وما كاين عده مشاكل ولكن ما كاينش الوقت باش نتطرق لهم كاملين. نزيدو غير مشكل ثالث اللي هو مشكل كيكون طرف المواطن، كيكون عدم الوعي للمواطن، غياب الوعي للمواطن. كيفاش غياب الوعي للمواطن؟ كاين شي اخطاء كيديروها المواطن ما كيحسوش براسو، ما كيعيقوش براسو. مثلا فاش كيمرض شي واحد عندنا في الدار، واش عمر شي واحد مرض في الدار ومشى بوحدو او لدى مع شي واحد؟ ضروري كيمرض واحد كيمشي معاه 5 6 7 8، الدار كامله كتمشي مع واحد مريض. شنو لما كيدي هادشي الاكتظاظ، كيدي الزحام، كيولي الزحام في السيرفيس، واحد مريض ومعاه 6، راه هذا غياب الوعي. واحد اللي مريض الا كان قادر يمشي على رجليه راه كيمشي معاه واحد المرافق معاه، الا احتاج شي حاجه او لا كان شي اتصال او لا وقع شي طارئ او شي حاجه، ما قادش يزيد. كان مريض خصو مساعده بالفري مساعده يمشيو معاه جوج كافيين وفايتين وليه، ولكن فاش يمرض واحد يمشيو معاه 6 هذا راه مشكل. خاص المواطن يعيق بهذا الشيء ويفهم هذا راه مشكل. راه فاش تمشي ويوقفك السيكوريتي في الباب ويقول لك كل مريض يدخل معاه واحد ولا جوج، راه ماشي الظلم هذاك ولا تعدى عليك ولا شي حاجه، هذاك راه اللوجيك، هذاك هو الواعي. خصك تكون واعي بهذا الشيء بلا ما يقول لك هو من داركم، ما خصكش تجيب داك الكثافه ولا تجيب معاك 5 ولا 6. حاجه واحده اخرى، فاش كنمرضوا راه كاين لي زوبيتو راه مقسمين، راه على حساب المستويات، راه كاين المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث.
كاين سونتر سونتي كاين كتطلع كتلقى الطبيب كبير على السبيطار الحومه كتطلع كتلقى سي اش اي وانت ماشي. راه ما يمكنش مثلا جاتنا السخانه او جانا الحلاقه ونمشيو نيشان للسي اش اي، راه خاصنا نمشيو طبيب الحومه. طبيب الحومه راه كافي باش يقضي لك الغرض ويعطيك الدواء اللي خصك تتبعو وباش تبرى ان شاء الله. ولكن باش تجيك السخانه وتطلع للسي اش اي ديريكت وتخلي سبيطار الحومه وتخلي الطبيب مثلا بغيت نسميكم ولكن فاس دابا كنهضر مع المغرب كامل ما يمكنش نسمي. بغيت نعطيكم شي مثال ولكن ما طاحليش شي مثال مالوغوزمون، ما لقيتش شي مثال باش نوصل لكم الفكره. غير هو الفكره راه واضحه، راه على حساب المرض ديالك، على حساب الليطا ديالك، على حساب الكرافيتي ديال الحاله اللي راك فيها، راك كتخسر الطبيبيات تمشي. راه ما يمكنش تمشي مثلا السي اش اي كتلقى الصف بزاف شاد الصف وكتلقى واحد فيه السخانه وواحد مقطع له رجلي مثلا وبجوجهم في نفس البلاصه، راه ما يمكنش. هذاك اللي فيه السخانه راه كان خاصو يمشي للسبيطار ديال الحومه، كان يقدو يعالجوه في ساعه ويمشي في حالته وما يدير لا لا لاكسيدان لا والو. ولكن كيمشي للبلاصه اللي هي سوبيريور اللي ينصحها القول وكيتزاحم مع واحد اللي هو بصح خصو واحد التدخل اللي هو مستعجل وخصو يستافد من داك السيرفيس اللي راه فيه. تفهمنا؟ الوعي خص الوعي. فاش يمرض شي واحد كيما قلت لكم ما نمشيوش معاه بزاف، كيمشي معاه واحد اولا جوج ماكسيموم. هضرنا شويه على الاكراهات وهضرنا على غياب الوعي عند بعض المواطنين، ولكن هادشي ما كينكرش انه كاينين فعلا واحد الاخطاء اللي كيقوموا بهم الممرضين. كاينين واحد الاخطاء، واحد الهفوات، واحد الاشياء اللي هي ماشي ما مزياناش كيديروها الممرضين. اول حاجه تبادر في الدين ديالكم واللي كلشي عارفها وكلشي كيعاين الممرض بها وكاينه، ما يمكنناش نكروها، كاينه، وهي الرشوه راه كاينه. الممرضين هذا الفيديو نحاول نبارطاجي مع الممرضين، عفاكم راه الرشوه راه ما كتزيد والو، راه كتشد راه فلوس الحرام، فلوس الرشوه راه كتطير في ساعه، كتشدها كتمشي بحال عمرك شديتيها، ولكن راه كتخص الصوره ديالك وكتخص الصوره ديال الممرضين كاملين. والغريب في الامر راه كتقبض داك الرشوه ماشي مع شي واحد لاباس عليه، شي واحد ما جاتوش في داك 4000 ولا 100 درهم ما عنده زايده ناقصه، كتقبضها مع شي واحد اللي كيشد مثلا واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم في الشهر، اللي انت كتشد الدوبل ديالو والزياده وعاد زايد كطمع فيه في الرشوه. راه عيب، راه هادشي ما يمكنش، راه كتخسر الصوره وكاع داكشي اللي كندافعوا عليه واللي كنحاولوا نحسنوا الصوره للممرضين وداكشي انت كتضربوا في الزهر. هذا ميساج للممرضين ولينا كاملين، اللي كيشوف شي واحد كيدير هذا الرشوه يحاول يهضر معاه بينو وبينو، يحاول ينصحو. ما تنصحش، شافو غير ما زايد فيه كتبو به علم به، راه ما خصش هادشي يبقى، خصنا يا نصحوهم يديروا عقلهم يا نحاربوهم. ما كاينش هذا صاحبي ولا هذا خدام معايا ولا خلي منه المولاه ولا شي حاجه، نصحو ما تنصحش حاربو، صافي بوان فينا. في الماترنيتي كنشوفو هاد الدايره بزاف في الماترنيتي، وهاد القضيه ديال الماترنيتي اتحينا واحد الخطا اللي هو كاين، ولكن ماشي الممرضين عاوتاني، حتى هو ديال غياب الوعي للمواطنين. المواطنين فاش تمشيو للطبيب او على الماترنيتي او للطبيب اون جينيرال، راه ماشي اي واحد لابس الطاب ديالها ممرض او لا طبيب، راه يمكن له يكون اتسوانيو مساعد ديال الممرض، راه يمكن له تكون فام ميناج ولابسه طابيه بيضاء. راه في الماترنيتي كنشوفو هادشي ديال لي فام دو ميناج، كتعطى لهم واحد المكانه وواحد القيمه اكثر من اللي يستحقوها. ماشي ضد لي فام ميناج وماشي احتقار فيهم، خصنا نحترموهم وكيتقدموا واحد العمل رائع ومهم خصهم كامل الاحترام، ولكن كنهضر على الاحترام وعلى المكان اللي كتعطاهم في داك السيرفيس. مثلا تجي عندك فام دو ميناج هي اللي كتنظم الواحد فين ينعس، واش انت تدخل ولا ما تدخلش، واش انت جات نوبتك ولا لا، هادي ماشي خدمتك، فام دو ميناج ما خدمتهاش. وكنشوفو في الماترنيتي فام دو ميناج كتلبس الطابليه وكتشد الرجوه، وواحد اخر ما واعيش كيقولك راه فرملية شدات الرجوه، ويا راه ماشي انفيرمير، هذا غير فام دو ميناج. ولا كتلقى ايتسواني او العوكسيليير ماشي ممرضين، هذوك ايتسواني وهذوك مساعدين الممرضين كيشدو الرجوه وكيتلصقو في الممرضين، كيقولك راه ممرض، راه لابس البلوزه هذيك راه ممرضه شوف شدات الرجوه، راه ماشي ممرض. راه خصنا نبقاو نفرقو، راه كاين فام دو ميناج، راه كاين ايتسوانيو، كاين لي زوكسيليير، عاد كاين الممرضين، راه ماشي اي واحد لابس طابليه بيضاء راه ممرض.
السكل واحد فاش جيت عطيه الرشوه هذيك كنهضر على الماترنيتي بزاف لحقاش انا عايش في هادشي وشايف الماترنيتي كي داير وعارف الخبايا ديالها. انا في الماترنيتي كاينه الرشوه خصنا اولا خصنا حنا نحاربوها حنا اون طوكو دي زانفيرمي خصنا نحاربوها بعدا شي واحد كيشتري الرشوه نحاربوه ولكن انت المواطن خاصك تحاربها ما تعطيش هضر على حقك وما تعطيش وحتى الا عطيتي ما تقولش الممرض شوف من عطيتي بعدا شوف من عطيتي ما تقول عاد قول واش الممرض ولا الفيرمي ولا وسخ السمعه ديال الممرض. كذلك خطا واحد اخر اللي كنديرو هو ما كنلتزموش حنا الممرضين ما كنلتزموش بالخدمه ديالنا خصنا نلتزموا غير بالخدمه ديالنا هادشي راجع لسبب ديال غياب مصنف الكفاءات ولكن مع ذلك خصنا نلتزموا بالخدمه ديالنا الخدمه ديال الطبيب نخليوها للطبيب ماشي الطبيب صاحبي اولا نخدم له الغرض ديالو لا مره نوقف عليه ولا شي حاجه ما تخدم ما توقف عليه ما يوقف عليك دير خدمتك الخدمه ديالك ديرها شي حاجه قالك صوبها مثلا بلا اوردونس ما ديرهاش بلا اوردونس. انا ستاجير كنت في بروميير اني هنا بالضبط فاس في السبيطار الغساني جا عندي دكتور عطاني ندوز واحد الميديكامون قلت له اوردونس قال لي ما كاينش اوردونس قلت له ما نصوبش خدا عليا نظره خايبه وكان يكتب بيا وكانت تقبل القضيه ولكن انا عارف راسي هضر على الحق ماشي درت على الفراغ عندي اوردونس باش نحمي راسي. اخر خطا كنديرو حنا الممرضين نهضر عليه هو ما كنهضروش على حقنا فوق ما خاصنا نورمال فوق ما تتاح لينا الفرصه فين نهضروا على حقنا خصنا نستغلوا داك الفرصه ونهضروا على حقنا. كان شي مظاهره شي وقفه احتجاجيه شي بيان سكري شي حاجه اي نشاط اولا خطوه نضاليه خصنا نكونوا فيها. انا ما كنهضرش على الحركه او التنسيقيه او النقابات او لا كنهضر على حقنا اون جينيرال. الا شتي شي حاجه كتهضر على حقك بصح قريتي الملف المطلبي او لا شي وثيقه او لا شي حاجه وشتيها بصح راك كتهضر على الحق ديال هضر على حقك ما تخافش راك كتهضر على حقك. داك الاقتطاع داكشي تسخى غير مقارنه بحقك اللي داينه لك. ما كاينين مع الاسف كاينين شي واحد ما كيهضروش على حقهم وكيضيعوا هذه المشكله كيضيعوا معاهم الناس اللي بغاين يهضروا على حقهم كيضيعوهم. كتشوف الا تكثفت الجهود الا تكثفوا الناس وكلشي ناض كيهضر على حقه راه تكون واحد الصدى ويكون واحد نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا ولكن فاش كتشوف النص نايض والنص ما مهولش راه نورمالمون ما نوصلوا حتى شي حاجه. القضيه ديال الاتحاد هذيك هضره بوحدها خصها فيديو بوحدو هذيك اللي بغينا نهضرو عليها ما ندخلش في داك لي ديتاي. دابا ندوزو مباشرة للمغالطات اللي قلتلكم اللي كاينه شي مغالطات عند الممرض عند المواطن عفوا عند المواطن اللي خاصها تصحح. منها هاد القضية ديال الوزارة البيضاء اللي درت عليها ديال الطابلية ماشي أي واحد لابس الطابلية راه ممرض كنقولها وكنعاودها ماشي أي واحد لابس الطابلية راه ممرض أولا طبيب راه كاينين واحد آخرين اتسوانيو لي زوكسيليير لي ساش لي فام دو ميناج تاهما لي كيلبسو الطابلية كان ماشي ممرض. مغالطة أخرى لي كاينة حنا لي زانفيرمير حنا كنقراو على حسب التخصصات راه كل تخصص عندو الكفاءات ديالو عنرجعو عاوتاني مصنف الكفاءات. المهم كل تخصص عندو واحد المهام لي يمكنلو يديرهم واحد المهام لي ميعرفلهمش أصلا. لذلك إلا مشيتي للسيرفيس نتا مواطن إلا مشيتي للسيرفيس بغيتي تداوى ولا شي حاجة وشفتي شي واحد ممرض وقلتي له صوب لي الجيست فلان فلاني أولا شي سواء أو شي حاجة وقال لك هاديك ماشي خدمتي راه ميمكنليش نصوب لك ما تقولش هذا ما مزيانش وهذا ما صوب ليش وشوف كيشدو الفلوس وغير جالسين وهو جالس وما دار لي والو وداك الهضرة كاملة راه هضر في اللوجيك راه ميمكنلوش يصوب لك هاديك راه ماشي خدمته ولا مشى كاع تطوع كاع وبغى يصوب لك وقع شي مشكل راه ما كاينش لي ينقذ ولا لي يجي في صفو يقولوا له اش داك عندك خدمه ماشي ديالك اصلا راه متابعه قانونيه راه مشاكل كيوقعوا بحال هكا يعني ما نستاهلوش بهاد القضيه ديال راه ماشي خدمتي ما يمكنليش نصوب لك راه ماشي كيضرب فيك انت مواطن اولا ما بغاش يخدم لك اولا شي حاجه ولكن راه بصح هذيك راه ماشي خدمته راه ما يمكنليش يخدمك. كذلك خصنا نفرقوا بين الممرض لانفيرمي وبين الطبيب الميدسا راه كاين شي خدمات كيديرو الطبيب ماشي لانفيرمي مثلا تصوب راديو تجي لانتربريتاسيون باش يشرح لك الراديو شنو فيه اولا شي حاجه وتعطي للممرض تقول له قرالي راه ما هذيك راه ما يعرفش هو
قد يعرف شي حاجه ولكن ما يعرفش داك الشيء 100% وما عنده ما يدير لك. هذيك راه ماشي خدمته. مثالي اي واحد قال لك هذه راه ماشي خدمتي اولا اولا ما يمكنليش اولا ما نديرش هذه اولا 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 ما تبقاوش تقولوا ديك الهضره ديال ما بغاش يخدم اولا ما قاريش اولا شوف هادو ما قاري ما كيعرفو حتى شي حاجه قدامي راه بصح راه ماشي خدمته ما قاريش بصح ما قاريش هو على داك الشيء اصلا. يعني هذه مغالطه راه كدوز للمواطن وخاص شي يكون شويه الوعي. نتمنى هاد الفيديو يوصل تبارطاجيوه مع كلش خصوصا مع الناس مع المواطن. انا بغيت توصل الفكره للمجتمع الراي العام اللي يفهموا شنو كاين يبداو يفرقوا شي شويه. وبغيت ما كرهتش دي فيديوهات يبقاو يكونوا القنوات في اليوتيوب يتزادوا على يكونوا مخصصين في هذه المواضيع و يجي الانسياتيف تجي مبادره مع هاد الممرضين. الا جات المبادره هي واحد 100 هي واحد 100 من هاد العدد الكبير ديال الممرضين اللي كاين راه خير والبركه. نبداو نديرو حملات نعرفو بالمهنه ديالنا شنو الاكراهات شنو الاخطاء شنو المشاكل شنو بزاف. نديرو فيديوهات كي قلت لكم نديرو المهم اي حاجه تعاون المهنه ديالنا تحاول تحيد داك الفكره الخايبه اللي كاينه عند المواطن على الممرضين نديروها ما كاينش مشكل. وكذلك الحاجه اللي قلت لكم نهضروا على حقنا فكون ما تتيح لنا الفرصه شي شكل نظري او شي حاجه ديالنا نهضروا على حقنا نهضروا فيها. هادشي اللي كاين تمنى الفيديو يكون وصل داكشي اللي بغيت. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.